السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 17 et exercice 18 page 66 du manuel étincelle 3 années bio. Le cours les tests d'identification de quelques ions dans les solutions. الكشف عن الأيون في المحاليل المائية. Exercice 17 page 66. L'acide sulfurique أي حمض الكبريتيك. La solution d'acide sulfurique est une solution ionique constituée de l'ion H+ et d'ion SO4 de moins. إذا بالنسبة لهذا الحمض الكبريتيك تتأول تتكون من أيونين، كاين أيون الهيدروجين وأيون الكبريت. الكبريتيك. Lorsqu'on verse de l'acide sulfurique, on boit de l'acide sulfurique sur un morceau de canette, la canette en fer, il est composé de bina le hadid, on observe une effervescence, le gaz formé détonne en présence d'une flamme. Il y a une واحد الفرقه بالنسبه للغاز، ولكن بوجود اش بوجود واحد لهب. Quand la réaction chimique cesse, on filtre solution obtenue puis on verse une solution hydroxyde de sodium dans un tube à essai contenant le filtre. La montre le résultat obtenu. إذا بالنسبة لينا حنا مني درنا هاد التجربة ديال نديرو خلاصة ديال الأسيد الفوليك سير واحد الكانيت ديال لو فيغ كاين ديتوناسيون. إذا هنا ديتوناسيون عرفتو شنو هو الغاز راهو الهيدروجين. إذا كون هنا واحد المحلول يتكون لينا هذاك المحلول اللي كاين شي درنا ليه واحد الفلتراسيون أي درنا ليه عملية الترشيح. ومني درنا ليه الترشيح مي درنا ليه الترشيح زدنا عليه واحد الصودا عاش عطانا في هاد الفيتا قالك عطانا هاد البريسيبيتي. ها هو البريسيبيتي كيدير البريسيبيتي سي عفوا بريسيبيتي فيغ بروميير ايكغ لا فورمول دو لاسيد سيلفيريك. بالنسبة لهاد لاسيد سيلفيريك راه عندنا اش بلس عندنا اس او 4 دو موان، ولكن هنا عندنا دو موان اذا هنا بلس اننا نديرو دو حدا هاد. اذا هنا تولي لاسيد هادي تنسميوها بي لا فورمول ايونيك. اذا لا فورمول ايونيك دو لا سوليسيون داسيد سيلفيريك هي 2H بلس SO4 دو موا. بوركوا درنا دو؟ لان لا سوليسيون اينوتر. اذا ديما المحاليل المائيه فهي اي متعادله كهربائيا. اذا 2H بلس بلس SO4 دو موا. دوزيام نومي لي برودوي دو لا رياكسيون شيميك ميزا اون ايفيدونس جيستيف تا ريبونس. اذا لي برودوي دو لا رياكسيون سون عندنا la présence d'un gaz formé détendre en présence d'une flamme et qu'une détonation de la flamme avec la flamme gaz il y a un dihydrogène une formation d'LH d'un واحد précipité le résultat obtenu est précipité avec la solution li hasalna عليها درنا versina عليها li solution d'hydroxyde de sodium ou soda عطانا le précipité vert et le précipité vert tidel tidel على وجود اش الحديد الثاني Fe de plus les ions كاين les ions. إذا هادو هما الأساسيين، لو ديهيدروجين إي لي زيون إف إي دو بلوس، زعما بأن لو ديهيدروجين هاد أش بلوس تحولت لهيدروجين، و لو ميتال لو فيغ تحول لينا إف إي دو بلوس، إذا هذا هو العنصرين المهمين. إذا نمشيو لتروازيام، إتابليغ ليكواسيون بيلون ساشون كو لي زيون سيلفات نو رياجيس با. إذا هنا بالنسبة لينا هنا راه قال ليكواسيون سامبليفيي، ماشي لو بيلون، لأن قالك ما نديروش بحال ما نديروش هاد ليون اس ليون هاد اس او 4 دو موا. علاش؟ لان هاد اس كونو تتبقى اذا ما تتغياجيش، هي اللي كاين في الاول تتبقى في الثاني، اذا تنحيدو تتولي ايكواسيون دو بيلون. اذا ليكواسيون بيلون سامبليفي هو 2H بلس هو اللي تهمنا اف او دو تيعطينا H2 بلس اف او 2 بلس. اذا هذا هو هذه هي المعادله تنسميو سامبليفي. هما قالوا لو بيلون ولكن سامبليفي ما داروش سامبليفي هنا سامبليفي. علاش؟ لان هنا ذكروا بان لي زيون اس او 4 دو موان نو رياجيس با. اذا هنا كاتريامو كومباري سيت ايكواسيون بيلون دو سيل دو رياكسيون شيميك انتر لو ميتال دو فير اي لاسيد كلوريك. دونك سيت ايكواسيون اي لا ميم عندهم نفس ديال لاسيد كلوريك عندهم نفس ليكواسيون ديال سامبليفي. اذا سيت ايكواسيون بيلون اي لا ميم de l'équation de la réaction chimique entre le métal et
لاسيد اش لاسيد كلوريدريك، لا ميم هذا ليكواسيون بحال هذا لاسيد سلفوريك وهذا لاسيد اس لاسيد كلوريدريك حتى هو عنده اش بلس، اش بلس هي تترياجي ماشي اس او 4 دو موان وماشي الاخرين لو كلور تا هو بالنسبه لاسيد كلوريك لو كلور تا هو ني رياجي با لاسيد كواسيون بيلو الى ميم كو ليكواسيون دو لا رياكسيون شيمي انتر لو ميتال و لو فير لو ميتال دو فير اي لاسيد كلوريدريك اش بلس هذا اش بلس هو اللي تيتفاعل مع لو فير ماشي هادو حتى هو ني رياجي با. اذا هذا بس ليكزارسيس 17 نمشيو ليكزارسيس 18 ولو ديرني لاتاك دو كويفر اي ان نشدو لينا هذا الكويفر اي اتاكي عليه شي تقريبا واحد المحلول نشوفوه لاسيد نيتريك هذا لاسيد نيتريك هو اسيد اش بلس ان 3 موان سي تان ليكيد ان كولور فيسكو يفيمون. اذا هذا عدو هو لازيج وما عندوش الكولور هذا سميتو لوسكي لي كونسونتري اي تري كوروزيف كوروزيف هو اكاله اي توكسيك هو سام toxique ou qui densem. Lorsqu'on verse de cet acide sur les fournures de cuivre, les fournures de cuivre, on a donc واحد الطروفه ديال الحديد و تكون تكونوا حلزون تكونوا عندنا في المختبر. On obtient aussi le résultat photographie figure A, puis au début de quelques minutes le résultat figure B. Puis on ajoute la soude, on obtient le résultat de la figure HC. اذا هادو لي زيتاب كاينه هنا ا وكاينه بي و سي. اذا بريميرمون كلك نوتي دي زوبسيرفاسيون كي بيرمي دافيرمي كو لو كويفر رياجي افيك لاسيد نيتريك. اذا هنا ملي تنشوفو هنا لاسيد نيتريك تتلاحظو كاينه هنا واحد فورماسيون ديال اش ديال واحد هنا اش بالنسبه لينا هنا لاسيد درنا هنا هنا بدا بلو وهنا تتلاحظو بان ملي ضفنا لا سود عطانا واحد الريزولتا واحد بريسيبيتي بلو. اذا هاد البريسيبيتي اش يدير لينا تيدير لينا بان راه كاينين كايناش بالنسبه لينا قالك بيرمي دو هاد لو كويفر رياجي افيك هنا تلاحظوا بان هاد لو كويفر اللي درنا راه تيختفي تيتحول الى سي او دو بلس. سي او دو بلس راه عندو اش عندو بان راه اللون ديالو ازرق. هادي لا فان ملي تنديرو اش ملي تنديرو لا سود. اذا بالنسبه لينا ديسباريسيون قلنا دو كويفر اي فورماسيون دو سي اي دو بلس لان هذا اللون ديالو شكون لا ولا بدا يزرق. هنا ملي تنكبو لا سود تعطينا بريسيبيتي بيرمي دو دير كو لو كويفر رياجي افيك لاسيد كرويك سي لي ديسباريسيون دو كي فورماسيون دون سوليسيون دوفيان بلو. هاد لا سوليسيون ولات زرقاء بالنسبه لهاد بي. وكان تاني هنا تلاحظوا تاني ملي تديروا لاسو تي لي بريسيبيتي غادي نهضروا عليها. هنا افيك لاسيد كلوريك سي كيليا ديسباريسيون دو كويفر. دابا الكويفر مشى ولا دابا واحد اش رياجي افيك اش افي لاسيد نيتريك اذا تيتحول الى واحد اللون ازرق وهو ايونات النحاس الثاني. اذا فورماسيون دي سوليسيون دوفيان بلو. إذن deuxièmement bleu deuxièmement quel ion responsable de la coloration qu'on a obtenu la figure A et la figure B ou les ions Cu de plus. Idem l'ion responsable de la couleur bleue c'est l'ion de cuivre Cu de plus. Il y a des mesvelines l'un il y a l'azrak le deux l'un azrak le hadid a deux le vert Fe de plus le fer ni tu Fe de plus c'est le vert. تاني لو فير ملي تتحول لاف 3 بلس تولي غوي. اذا ليون ريسبونسابل دو لا كولور بلو سي ليون دو كويفر سون فورميل ايدن سي اي دو بلس. ترويزيام ايدونتيفي لو برودوي اوبتوني دو ريزلتا دو تيست ايسي دون لا فيغور سي ايكريغ ليكواسيون دو لا رياكسيون فورماسيون دو سيت برودوي. اذا هذاك البرودوي اللي كاين شنو هو هذاك هذاك راه هو ديال هو لوكسيد دو كويفر هو اللي تكون بريسيبيتي بلو ou la réaction d'IELO, la réaction d'IELO, tu réagis H, Cu de plus, tu réagis H au moins. Idem, le produit obtenu, liquide glina, ou le précipité bleu. Le précipité bleu, c'est l'hydroxyde de cuivre. Symbole d'IELO, Cu, OH, l'indiro, qui veut cette colline, qui veut cette colline. Ni cette colline, ou bien, Cu de plus, ça réagit H au moins, d'IELO, la soude. Ou tu as un précipité bleu.
وهو الهيدروكسيد دو كويفر. إذا البرودوي اوبتوني لي بريسيبيتي بلو إيت أن بريسيبيتي بلو سي الهيدروكسيد دو كويفر دو. الفورميل ديالو هي سي او اش او موا. إذا كيفاش حصلنا على هذا؟ تندير واحد ايكواسيون اش ايكواسيون دي بريسيبيتي هذيك بريسيبيتي بلو. ليكواسيون دو رايا هي سي او دو بلس بلس دو او اش او موا تعطينا سي او او اش دو. هذا بالنسبة ليكواسيون ديال بريسيبيتي. Quatrièmement, indiquer c'est l'acidité de l'acide nitrique qui est responsable de l'attaque de cuivre. Je suis ta réponse. Il y a tout l'acidité, un acide qui est attaqué. L'acide chlorhydrique là. Dans l'acide nitrique, elle est chez un head le cuivre est au niveau Cu de plus. Il y en a où l'acidité liquide. Il y a l'acide nitrique attaque le cuivre, alors que l'acide chlorhydrique est dans celle-là. Il y en a où c'est l'acidité. De l'acide nitrique qui est responsable de l'attaque du cuivre. Alors, on a le cuivre qui est Cu de plus. C'est l'acidité nitrique qui est responsable de l'attaque du cuivre car le cuivre se transforme en Cu de plus. إذا نركزوا مزيان هنا راه هذا تمرين إضافي وهذا كل اللي حنا ما تندرسوش لاسيد نيتريك ما تيعطيوهاش تيعطيو لاسيد ني تيعطيو لاسيد كلوريدريك ولا لاسود اللي نديرو أنا لاسود نديرو على لو كويفر لكن هنا هذا راه هو الدرس ديال أكسيون ديزا سوليسيون أسيد على كيلك ميتون. إذا هنا سو ترانسفورم أون نيون دو كويفر دو. إذا هذا كل ما لدينا بالنسبة لإكزيرسيس 17 إكزيرسيس 18 باس 66 أوفواغ على لا بوشين.